سلام حبيباتي، صح فطوركم اليوم. جبت لكم تحلية للسهرة ولا أروع. اليوم راح نحضر معاكم تيراميسو خفيف بطريقة سهلة وخفيفة، والمذاق أكثر من رائع. وباش تتأكدوا من واش راني نقول، تبعوا معايا الخطوات وكيفية التحضير وجربوها، وأنا متأكدة باللي راح تعجبكم. ننتقل وإياكم الى مقادير وطريقة تحضير هذا التيراميسو. إذن هنا عندي معكم البيدوار، وهذا البيمو ماكاو، هذا البيسكوي. عندي هنا شوكولا ملحية، عندي وحدة بتي سويس فرماج طبيعي، عندي هنا نسكافيه ملعقة كبيرة نسكافيه مع في كاس ما خلطهم مليح. هنا عندي فنجان كريم شانتيي، وهنا نفس المقدار تاع كريم شانتيي درتو حليب ودرتو في هذه الكاسرونه باش نديرو في المجمد يجمد لي رابيد. راه تجمد، راح نبدا نطلع كريم شانتيي. كما قلت لكم كاس تاع لا شانتيي، عفوا فنجان تاع لا شانتيي في نفس المقدار تاع الحليب جامد ولا الماء جامد. السر تاع كريم شانتيي هو انه الحليب ولا الماء راح يكون لازم يكون جامد بارد مليح مليح حتى قريب يجمد. راح نطلعها بال راح ن... بعد ما خلطت جيدا كريمة الشانتيي ورجعت ثقيلة، لازم تكون ثقيلة بزاف. والسر كما قلت لكم انه الماء ولا الحليب لازم يكون مكونجلي، ونحاولوا نقصوا شوية من كمية الحليب بارابور لكمية تاع لاشانتيي باش يجينا لاشانتيي ثقيلة بزاف. راح نضيف الان، راح نضيف هاد التسويس هادي، وراح نخلط جيدا تتمزج هذه الجبنة مع لاكريم. هاي الكريمة تاعنا واجدة، راح نحطوها للثلاجة باش تبرد. في نفس الوقت راح نبداو نستفو لي بودوار في المول. راح نبدا كما قلت لكم نستفو لي بودوار. اولا راح نغمسهم هنا في كما قلت لكم في النسكافيه، غير تغميسه وحده برك ما خليهاش تشرب مليح. اظن هنا تعمرت لي الكاسه، معليش نحاولو نزيدو واحد هكدا غير يبدا يشرب. نحاول نقص منو من هاد الجهة. اذا هاني كملت الطبقة الاولى. كما قلت لكم كي تشمخ هاد البودوار نقدلو نعدلوه ونستفوه كما حبينا. دونك اذا راح ندير طبقة من الكريمة، راح نستفها. نحاولوا اننا ما نديروش طبقه سميكه من لاشانتي وما تكونش رقيقه. نحاولوا نعدلوها نجي على مستوى واحد، هكذا. هنا راح ندير طبقه ثانيه. هنا راح نستعمل هذا البسكويت
الشوكو باش تجينا الطبقه الوسطانيه تجينا سوداء. اذا حنا نغمس هذا الكاتو ايضا في هذا الخليط. هاد البلاصه اللي بقات لي نحاول نرفد هذيك اللي تكسرت لي فوالا ونديرها فهاد البلاصه اللي بقات لي. نعطيها للدراري ناكلوها ونزيد طبقه اخرى من لاشانتيي. هنا راح نزيدو طبقة أخرى من هاد البودوا، الطبقة الأخيرة راح تكون البودوا، هنا بعد ما كملت الطبقة الأخيرة من البودوا راح نغطي هاد الطبقة بيان سور بلا شونتيي. نحاول ما نكسرش من الكريمه بزاف، ما نخليش الطبقه هذيك بزاف خشينه باش ما تجيليش الكو تاع لا كريم كتر من الكو تاع لي بودوار والبسكوي. هنا راح نحطيها في الثلاجه تبرد شويه باش تشد روحها ونعاود نرجع لكم باش نزينوها. اذا هذه هي الكيكه تاعنا جاهزه بعد ما زينتها، والتزيين بطبيعه الحال اختياري، كل واحد يزين حسب الموجود اللي عنده، كل واحد يزين حسب الرغبه اللي عنده. اذا انا زينت قطع الشوكولاته والكاكاو والكاوكاو المرحي، شوفوا معايا راح نقطع معاكم مورسو صغير نشوفوا النتيجه تاعها. بعد ما خليتها بردت ها هي، ها هو التيراميسو جاهز. ها هي الكيكة، شوفوا شحال طرية، عفوا شوفوا شحال طري. نتمنى انه ينال اعجابكم هاد التيراميسو، ان شاء الله ينجح لكم. الى اللقاء ووصفة اخرى ان شاء الله مع قناتي، وشكرا لكم.